احنا النهارده يوم الاربعاء اللي جاي وانا بدعوكم جميعا انكم تشاركونا حجر اساس اكاديميه المحاماه. اكاديميه المحاماه عارفين يعني ايه اكاديميه المحاماه؟ اكاديميه المحاماه ان نقابه المحامين تبدا تاريخا جديدا ومرحله جديده غير مسبوقه. دكتور محمود الساحه بيتكلم عنها. اللي جاي دكتور يعني الحقيقه كل الافاضل اتكلموا عنه بما فيهم الدكتور الساحه الله يرحمه. الاكاديميه دي هي البدايه الجديده للمحاماه في مصر. المحاماه اللي مش هيدخلها اي حد معاه شهاده حسن سلوك لمجرد انه معاه ليسانس. المحاماه اللي هيدخلها فقط هو اللي هيدرس سنتين في اكاديميه المحاماه. سوف تكون وانا دايما اقول واعتز بما اقول سوف يكون الانضمام لنقابه المحامين اعز من الانضمام للقضيه. اعز من الانضمام للقضيه. لانه القاضي ما عندوش شروط اكاديميه هو بيقدم زيه بالتقدير لمجلس القضاء طبقا للاجراءات. احنا عندنا هيبقى في اكاديميه يدرس سنتين. دي قيمه احنا بنعتز بيها. وبنؤكدها وبنؤكد عليها في انه المحاماه القادمه شيء اخر مختلف. ولذلك احنا مصممين على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب تتعلق بتنقيه الجداول وضبطها ومواجهه التعليم المفتوح بالتعليم الصناعي او التعليم الفني اللي اراد ان يحتل نقابه المحامين. انتصرنا في كل المعارك السابقه، حافظوا على هذا الانتصار. حافظوا على هذا الانتصار ولا تمكنوا متسلل من مؤيدي التعليم المفتوح او الصناعي او مؤيدي ضرب التنقيه واعاده الحال الى ما كان عليه حتى لا تدمر نقابه المحامين. ده ملوش دعوه بالانتخابات، ده له دعوه بالوعي. دافع عن حقك وعن مكاسبك اللي موجوده، انت ما حققتش ما تم من مكاسب ماديه في المعاش وفي مضاعفه العلاج الا بهذا الذي تم اجراءه. لما قدرنا نحمي اموال المحامين. النهارده احنا بنستعيد اشياء كثيره فقدت، كان قالوا نادي المحامين في التجمع راح جبناه. وخلال الاسبوع القادم هنضع حجر اساس هذا النادي. ان شاء الله. وهنجيب لكم باذن الله نادي المحامين الحلوان. اللي هي في 15 مايو. السرداد. احنا هنستردها. علشان ايضا لدينا امكانيات وموارد تخلينا نعمل نادي كويس يدعم حضور المحامين فيها وايضا يمثل مورد جديد من الموارد الاقتصاديه اللي تنمي صندوق النقابه او صندوق معاشات النقابه وصندوق رعايه صحيه.